احتفلت رعية يسوع الملك للاتين في كنيسة المصدار شرق العاصمة عمان بعيد انتقال السيدة مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك في القداس الاحتفالي الذي ترأسه غبطة البطريرك فؤاد طوال جزيل الاحترام، وبمعاونة كاهن الرعية الأب مروان حسان، ومشاركة عدد من الشمامسة وجمع من المؤمنين. كل لقاء مع المسيح هو سبب ابتهاج ويوحنا التقى معه. كلما تدخل العذراء وابنها بيوتنا وحياتنا ومشاريعنا يجب أن يحصل هناك ابتهاج. كل لقاء مع الله هو ابتهاج، كل تدخل الله في بيوتنا وحياتنا وأعمالنا هو سبب ابتهاج. أيها الإخوة والأخوات، نحن نتحدث عن مريم، ولكن بشكل ما نحن أيضا نتحدث أيضا عن ذواتنا، عن كل واحد منا. فنحن إخوة يسوع، نحن أبناء مريم، نحن أيضا محط محبة الله العظيمة التي خص الله بها مريم. نحن أيضا سنلتقي يوما ما بالسيد المسيح وبأمه مريم العذراء في السماء. في عيد مريم العذراء بكل فرح نكرس اليوم ونزور اليوم مزار العذراء، ونعدها أن نزورها كلما سنحت لنا الفرصة ونتلو مسبحتها. يا ريت نزورها أفرادا وجماعات وعائلات، نزورها مع أولادنا الصغار كي يتعرفوا عليها يتعودوا عليها. نعلم جميعاً، وهذا شيء بديهي، أن إكرام مريم العذراء بتلاوة المسبحة بزيارة المزار، إكرام مريم العذراء هو إكرام الإبن يسوع، وأي إهانة أو عدم احترام للأم هي إهانة وعدم احترام للإبن. يا أم الله وأمنا، يا معونة النصارى، يا سيدة الوردية، نجنا من كل شر ونجنا من الكورونا فيروس بالمسيح ربنا. وبعد ختام القداس توجه الحضور إلى ساحة الكنيسة، حيث بارك البطريرك طوال مزار سيدة المصدر بعد الانتهاء من أعمال ترميمه. وبعد الصلوات والابتهالات تبادل الحضور التهاني بالعيد المبارك.